السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله. طبعا انا نزلت اللبس هذا امس، يعني ما تتخيلون في شو اسمه، جاني رسائل على البروفايل شيء مش طبيعي. يعني حتى في ناس انا امس جونت عليهم، جونت على عصابه ما اعرفهم، اني لازم في يوم في الاسبوع او يومين لازم اروح البوس هب اجون على ناس جدد، يعني غير اخوياي الاولين موجودين، لكن اروح اتعرف على الناس اكثر، يصير عندي معارف اكثر يعني وصلات اكثر. فصراحه مع انه لبس بسيط وسهل يعني ما، لكن سبحان الله جاني عليه رسائل امس على البروفايل، يعني ما شاء الله عدد هائل مره. فطبعا اغلبهم اجانب، لكن يعني انا قلت خلني اسويه الفيديو هذا للمتابعين في اليوتيوب وال شو اسمه والانستا. طبعا دقيقه خلني اشوف بس، خلني نجي هنا. اول شيء يا طوال العمر، خلنا نروح البانشو. طبعا فيه تحت تسوون شيء تحت البانشو، الشيرت طبعا ضروري، اختاروا اي شيرت خفيف يعني على حسب مزاجكم، الافضل تخلونه يكون تحت، يكون لونه احمر عشان لو جاء هواء يطلع تحت البانشو يطلع اللون متناسق احمر او اسود مثلا. يعني البانشو هذا هو طبعا حق شابروسا اعتقد، ولا لا والله اني ناسي. يب لا حق كورشادو اعتقد او كوركادو، ايه هذا هو، هو اول واحد صح؟ اعتقد انه اول واحد، ايه يب اول واحد هو. انا اخترت طبعا اللون الاحمر على نفس اللون هذا على الطقم كله احمر، وش اسمه والقبعة ما ادري هل هي موجودة ولا في الباسات او زي كذا. انا اشوف الحين، اشوفها الان، المفروض نزلت في الانستا وحطيت الاسماء، لكن بتخلي فيديو افضل. وين شكلها اصلا يعني معروف ما يحتاج يعني. وين هذا هو، يب هذا هو اسمه سترونج سام مش عارف سام بري 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 بري, بري رو، والله اسمه صعب. اي لانه اتوقع انه اسم مكسيكي حتى اسمه، يعني هذا هو، هذا هو سعره يعني 85 دولار، وجميل جدا فيها الوان منها اعتقد، فيه الاسود طبعا من زمان شاري هذا انا. وفي عندكم ايضا عليه، شوف هنا هذا الاسود وهذا الاحمر، وشاري ايضا الازرق لاني احيانا نغير ملابس طبعا. والبنطلون اعتقد اني حاط دقيقه، ما هو بالكانشو الا لا ظاهر كانشو، اسمه كانشو هو، لا ما هو بالكانشو، حطيت بنطلون ثاني رهيب ايضا نازل قبل الكانشو. قسم البنطلونات هذا هو اسمه لايت فوت بانتس، هذا هو معروف طبعا، معروف هذا معروف بخطوطه اللي فوق الركبه شفتوا، معروف حتى باللون الابيض والاسود شفتوا والاحمر، هذا هو اسمه لايت فوت بانتس. طيب وعندنا البوت الله يعزكم، البوت نفس البوت اللي اقول لكم دائما اختاره يساعدني ويسهل علي البحث يعني على طول. ها شفتوا احمر على اللبس الاحمر هذا، ايضا هذا يضبط شفتوا احمر، لكن حطيت هذا علشان يصير مميز باللون الحليبي الاصفر، يعني حليبي كذا مع احمر يصير افضل، يعني عشان يصير علامة الساق فيها زي الحاجة
علشان يطلع شكل مع البنطلون، والش اسمه، والحزام الرصاص. انا اشوف الحزام الرصاص اختياري يعني لكم، يعني انا كل واحد مزاجه، لكن انا اخترت هذا. طبعا تروحون للمحل الاسلحه ومعروف ترى هذا، شوفوا هذا هو اسمه ريجنت بوليستر، معروف. انا خذيت اللون الاحمر، حطيت اللون الاحمر، شفتوا. وهذا التيشيرت شفتوه، انا حاطه تحت البانشو التيشيرت. وايضا الحزام اللي هو الحزام الدائري هذا نفسه ريجنت كان بيلت، هذا هو وحاط الاحمر برضه. وهذه العلامه الصغيره ذي البيكلز، هذه ما ادري صراحه، ما ادري كيف طلعت، ما ادري صراحه، لكن انتم عاد واختياركم يعني. اهم شيء انا اعطيتكم حزام، وايضا ما دامها طلعت تيشيرت، هذا هو اسمه تيشيرت او شيرت، شفتوا. انا اخترت هذا لانه خفيف مره مره خفيف على الشخصيه، هذا هو شفتوا. وحطيت اللون الاحمر طبعا عشان لا. حتى لو خليته كذا حلو شكله جميل، لكن انا حطيت لبس مكسيكي بالبانشو وبس، يعني شيء بسيط. واتمنى ان ينال على اعجابكم صراحه. وهل احتمال يبي انزله في الانستا؟ الله اعلم، انا بخليه في اليوتيوب، اللي يهتم في الملابس اكيد بيشوف المقطع. وفي امان الله.